أعزائنا الحضور، طاب مساءكم، أهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة من أماسي بيت السلام مؤسسة الحوار الإنساني في لندن. محاضرة اليوم للأستاذ لؤي الخطيب سيتناول فيها التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في عراق 2015 رؤية مستقبلية، المخاطر والحلول، التحديات المالية والسياسية والأمنية التي تواجه العراق في ظل الأزمة الحالية المتمثلة في احتلال داعش لأراضي واسعة من العراق، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول العالمية وانعكاس ذلك اقتصاديا على العراق، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وانعكاس كل ذلك على الأزمة التي يعيشها العراق. للتعريف بالأستاذ المحاضر، الأستاذ لؤي الخطيب مدير معهد العراق للطاقة Iraq Energy Institute الذي أسس في لندن ثم نقل إلى بغداد الآن، بالإضافة إلى أنه يشغل منصب مستشار في البرلمان الاتحادي في العراق لشؤون الطاقة وزميل زائر في مركز بروكينز في الدوحة لشؤون السياسة الخارجية. للأستاذ لؤي الخطيب العديد من البحوث والمقالات في شؤون الطاقة والسياسة الخارجية في أكثر من موقع وفي أكثر من صحيفة، يمكن المقال الأخير نوه قبل المحاضرة قبل يومين في نيويورك تايمز عن الأزمة الحالية في العراق. رحبوا معي بالأستاذ لؤي الخطيب. شكرا جزيلا. بداية نتقدم بالشكر الجزيل لبيت السلام لهذه الاستضافة الكريمة ولكافة الحضور الضيوف لحضورهم هذه الجلسة، و يعني اعتبره شرف لي وتقييم ان شاء الله اكون استفدتكم في تقديم بعض المواد قد تكون ذي فائدة للجميع. كما اود ان اشكر السيد عائد الله السيد حسين الصدر لحقيقة اقامته هذا المكان لاستضافة المثقفين واستضافة الكفاءات، وندعو له بالشفاء العاجل خاصة وهو الآن خرج من عملية قبل فترة. حقيقة الحديث عن العراق حديث متشعب، مهما حاولنا أن نفصل بين المجال السياسي والمجال الأمني والاقتصادي، أي متحدث سيجد نفسه أنه يتقافز بين هذا الباب إلى هذا الباب. فحاولت أن أسوي فد عرض سلايدات وهاي، ولكن قد يحرفني عن الفكرة اللي أريد أوصلها، ولذلك راح أسترسل بالحديث أستعرض بعض الحقائق. وحقيقة الاستعراض هو لتشخيص مواطن الخطأ والتحديات أكثر مما هو يعني مجرد إعطاء نظرة تشاؤمية أو شيء، وبعدين نتوجه إلى كيف نناقش هذه التحديات ثم نستعرض بعض الحلول اللي قد تفيد الجميع، وبعدها فقرة الأسئلة والأجوبة. الوضع السياسي في العراق وضع متأزم، ليس من فترة دخول داعش أو نعم كانت تراكمات، هاي كلها تراكمات أمنية، تراكمات سياسية كلها أخذت مجراها، ولكن حقيقة تبدأ من اليوم الأول من التغيير السياسي اللي صار في العراق يوم 9/4. من يوم 9/4 إلى حد الآن هذا التغيير
لم يستوعبه الكثير من الناس لا بالداخل العراقي ولا بالمحيط الإقليمي الموجود. ووجود العراق في موقع جغرافي صعب هي إلى أجواء معادية قد يعني أثرت وساهمت في تعطيل عملية الانتقال من فترة الدكتاتورية إلى فترة الديمقراطية، ولذلك دخلنا في دوامة الفوضى. فحتى مفهوم الديمقراطية مفهوم لم يستوعبه الكثير من الناس بسبب الصدمة اللي صارت. أنت عندك بلد عانى 50 سنة من دكتاتوريات عسكرية فجأة إلى ديمقراطية مفتوحة بدون حدود وبدون ضوابط، سببت صدمة للجميع. المشكلة اللي صارت في العراق أنه أنت عندك بلد كان عليه أن يمر بمراحل انتقالية رئيسية، وهي الانتقال السياسي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، الانتقال الاقتصادي من سيطرة الحكومة على الأسواق إلى اتخاذ الماركت إيكونومي اقتصاد السوق، من اقتصاد الحكومة إلى اقتصاد السوق، والانتقال الثالث اللي هو الانتقال الحكومي أسلوب الحكم من المركزية إلى الفيدرالية إلى ديسنتراليزيشن إلى توزيع الصلاحيات وتوزيع السلطات إلى آخره، وبناء مؤسسات بحيث تعطى المحافظات والأقاليم صلاحيات متكافئة وتأخذ على عاتقها الالتزامات والواجبات بما يخص إدارة وظائفها الاقتصادية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية أو حتى الأمنية. إلى ولكن هاي المراحل الثلاثة، عفوا النقاط الرئيسية الثلاثة اللي كان على العراق أن ينتقل، اصطدمت في واقع أنه أنت عندك الليجاسي الماضي، أعباء الماضي. فمثلا مفهوم الفيدرالية كثير من الناس ينظروا له بغير منظار، كل من عنده الموشور مالته. الكرد ينظرون إلى الفيدرالية من عدسة الكونفدرالية، لأن هم سبقوا عملية التغيير ب 11 سنة ومروا بكل المراحل السياسية والأمنية وحتى فترات الاقتتال بيناتهم، ولذلك هاي المرحلة اللي مروا بيها يعني اللي إحنا نمر بيه حاليا هم مروا بيه يعني باقي العراق يعني شو اسمه يعني يعني هم نهاية التسعينات صار اقتتال بيناتهم بين الأحزاب الرئيسية، وصلت إلى مذابح إلى شبه حروب أهلية بيناتهم وعودة إلى الحروب القبلية، ولكن بمرور الزمن تجاوزوها لأن تعلموا من الأخطاء طبعا، وفرصة التغيير وفرت لهم فد يعني فسحة من الأمل لتوحيد جهودهم، وبالفعل وحدوا جهودهم السياسية في 2006، وحدوا الإدارات بين إدارة سليمانية وإدارة أربيل، كانت إدارة منفصلة، بعدين صار اتفاق استراتيجي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد يعني PUK والKDP صار، والآن استمرت بحسب اتفاقاتهم السياسية في بناء مشروعهم الإداري ومشروعهم الاقتصادي. تعلموا من السابق من كل الأخطاء. المشكلة اللي واجهت العراقيين باقي العراقيين أنهم دخلوا في دوامة فهم التغيير الحديث، فكانوا ينظرون إلى الفيدرالية من موشور المركزية. فأي شخص في بغداد عندما يتحدث عن الفيدرالية هو بغداد في يتخيم على أفكار المركزية، وذاك لأن عاش شبه دولة مستقلة قبل التغيير، ثم صار الارتباط بعد يعني الجانب الكردي صار الارتباط بالعراق بعد 2003 وقوة شوكتهم من الناحية الإدارية والمالية والاستثمارية إلى آخره، بقوا على نفس الممارسات، فينظرون إلى الفيدرالية بعين كونفدرالية.
اللي هي من نقول كونفدرالية يعني شبه دولة مستقلة. يعني أنت عندك مثل أوروبا كونفدرالية، يعني أنت عندك دول كلها اتحاد هذا كونفدرالي، كل من عنده التزاماته وكيان السياسي إلى آخره. هذا التقارب بين الجهتين كان صعب وعطل كثير من التشكيل، تشريع القوانين، تشكيل المؤسسات، لأن كانت تحتاج، لأن الجانب الديمقراطي تعثر، وقفوا آلية التصويت، وقفوا آليات الديمقراطية هي الأكثرية والأغلبية إلى آخره، مشوا على آلية التوافقات. التوافقات أنه أنت عندك جزء معطل واحد يسوي لك بيته على كلها. ولذلك الدولة العراقية الاتحادية الحديثة هي وين تكون هي اتحادية بالورق، ولكن من ناحية العملية بقت مركزية. فأنت ولذلك نشوف كل المؤسسات الاتحادية الحقيقية اللي تبني شكل الدولة الاتحادية الرئيسية مغيرة. أنت عندك مثلا المجالس الاتحادية مغيرة، كان يكون أنت عندك المجلس الاتحادي الأبر هاوس اللي نسموه، مسألة المجلس الاتحادي للنفط والغاز اللي يجمع كل الريجوليترز، يعني المنظمين في كل المحافظات والأقاليم المنتجة لرسم السياسات. هذا كلها أمور مغيرة. فعندك مثلا بس وزارة النفط تشتغل في بغداد كمنظم أو راسم للسياسة. عندك الهيئات الاتحادية مثلا مال الريفينيو شيرنج، توزيع الواردات، هاي مغير يحتاج لها قانون حسب المادة 106 من الدستور، لم تشرع لأن صار عدم توافق على آلية تشكيل هذه الهيئات الاتحادية. نرجع للآليات. عندك حتى المحكمة الاتحادية، يعني الجانب القضائي، أنت الدولة أحد أركان، عندك التنفيذية والتشريعية والقضائية. فأنت عندك أهم شيء هو القضائية، المؤسسة القضائية. المؤسسة القضائية عندنا بالعراق مؤسسة معطلة، ما تقوم عليه الدولة العراقية اليوم هي مخلفات بول بريمر. مؤسسة قضائية أسست في 2004، المفروض كان مهمتها يجب أن تنتهي يوم تشريع الدستور بعد ديسمبر 2005، ولكن بقت تتحكم بكثير من بالمسار السياسي حقيقة كله. ولذلك هنالك كثير من الجهات لا تعترف بالجانب القضائي العراقي، ليس طعنا بالكفاءة القضاة أو شيء، ولكن لأنها لا تستند على أساس دستوري كما ترسمه المادة 93 في الدستور العراقي، وهي تشكيل المحكمة الاتحادية الدستورية بقضاتها بآلياتها إلى آخره. فهذه المؤسسات الاتحادية كلها مغيرة، ولذلك بقيت الدولة سائرة على مسار المركزية. في لأن عدة كما طبعا المادة 130 من الدستور أنه تقول أنه كل القوانين السابقة تبقى سارية النفع حتى تشرع قوانين جديدة. يعني حتى الخلافات من هنالك مواد دستورية، أصور المادة 115 من تقول إذا تعارض مثلا قانون الاتحادي مع قانون الإقليم مع قوانين الإقليم أو الأقاليم، القوانين الأقاليم تكون يعني هي راجحة الكفة في هذا الشيء. هاي كلها تحتاج إلى مؤسسات اتحادية. المؤسسات الاتحادية غائبة، القوانين الاتحادية غائبة. ولذلك الجانب العراقي يقول لك احنا نعم راح نعمل بهذه المادة الدستورية، ولكن من اكو قوانين اتحادية فبقوا على المركزية، في حين انه تجد الجانب الكردي اسسوا على تشريع قوانينهم، وان تكون بغداد لا تعترف بهذه القوانين، ولكن كل جانب يفسر هذه القوانين كأن تكون مركزية أو كأن تكون قوانين أقاليم حسب ما هم ينظرون، بحيث صار ارتقى النقاش حول القوانين
حول تفسير الدستور دخلوا به رؤساء دول، يعني يروحون يريدون يسوقون مثلا اي جهه معينه، تسوق عقد معين او فكره معينه او استثمار معين، يقول لك حسب الدستور. فصار كلمه الدستور يعني كلمه على لسان كله، فصار اي شخص غريب حتى مو عراقي يتكلم في وكانما هو اعرف بالدستور العراقي. وكثير من المؤتمرات انا حضرتها وهاي قالوا بس صحيح هي هاي القوانين والكذا وحسب الدستور، وانت من تتكلم عن الدستور؟ وش تعرف عن الدستور؟ ثم حتى انت يعني شيء عراقي داخلي. مساله ما فيها، ثم انت تحتكم الى القانون لا تحتكم الى الدستور، يعني بالنهايه كالقرآن حمال أوجه، أنت يعني أنت تأخذ لازم أنت تعتمد على قانون معين. يعني حتى المشاكل اللي صارت في مسائل التصدير مثلاً مال النفط أو شيء، المحاكم اللي تريد تثبت بها ما تقدر تعتمد على الدستور، تعتمد على قوانين نافذة حتى تقول أنه بحسب هذا القانون المعين أو هاي المادة المعينة إحنا نستند عليها، بس ما يقدر يجي يقول حسب المادة الدستورية كذا. هاي المسائل تثبت بها محكمة دستورية عراقية وليس محكمة أجنبية خارجية. لست محامي ولكن هاي المسائل يعني واضحة للعيان. المسألة الأخرى اللي صارت اللي طبعا هاي الاصطدامات اللي الاصطدامات الفكرية خلقت فد جو مشحون من السيء بين كافة فئات الشعب العراقي. هذا الجو المشحون مع الأسف الشديد عطل المسار. من عطل المسار الناس يعني الموجودين بالعراق عموما ما تعلموا، ما اتخذوا من التجارب السابقة فالدرس لإصلاح أمرهم. من سوء حظ العراقيين هو زيادة أسعار النفط. زادت اسعار النفط من سنه 2003 الى 2008، بعدين صارت انخفاض سريع، بعدين رجعت الصعود مالتها، زادت في حدود 5 أضعاف او اكثر. فمن زادت الموازنات، يعني انت عندك من موازنه من ميزانيه العفو 2004 كانت ميزانيه العراق 19 مليار دولار، في حين انت ميزانيه 2014 140 مليار دولار. فانت من تحس زين بس اكو هنالك نسب بقت من الثوابت، مع العلم ماكو ناتج اخر. شنو هاي الثوابت؟ انه انت دائما عندك الميزانيه التشغيليه بقت دائما 70%، العجز دائما عندك عجز 10 الى 15%، مساله العطاله البطاله بقت ما لا تقل عن 15 وبل زادت الى 23%. هاي بقت من الثوابت. ليش؟ لان السياسه المنهجيه مال البلد بقت على السنه القديمه، انه البلد شنو احنا قلنا؟ قلنا المعارضه، احنا قلنا المؤسسات ذكرناها. النقطه الاخرى الثانيه هي سيطره الدوله على كل المؤسسات، على كل الاعمال. يعني انت عندك اقتصاد الدوله هو الذي يحكم كل شيء. هذا الاقتصاد بدا بيد الدوله. فمن يقولون مثلا مشاريع تشغيليه او عفوا الميزانيه التشغيليه والمشاريع كذا للوزارات، يعني انت شغل الوزارات هي شغل، هي مؤسسه رسم سياسات، هي مو مقاول. فانت عندك حتى الشركات هي مدموجه بالوزارات. يعني انت عندك مثلا ناخذ مجال النفط فرضا، مجال النفط اذكره لان انت عندك 95% من اقتصاد الدوله يعتمد على النفط. طبعا احنا نقول دائما نذكر هذا الرقم 95% جزافا، هي 100% حقيقه، يعني الا ما ندر يعني مال التاكسز او الاشياء او الاتاوات اللي تؤخذ يعني مال مسائل الاستيراد والشيء، يعني انت تجاوزت 95%. فانت عندك هاي المؤسسه دمج الجانب التشغيلي بالجانب التنظيمي نهايه 1987، لان صدام حسين بوقتها دمج شركات النفط الوطنيه مع الوزارات، ومن صار هذا الدمج صار الريجوليتر والريجوليتد بودي، يعني الجهه التشغيليه والجهه التنظيميه صارت فيها مؤسسه، وهنا خلقت فد نوع من الكونفليكت اوف انترست اللي تضارب بالمصالح. وهاي سببت الى قادت الى مفاسد كثيره.
لربما يسأل سائل بس قبل 2003 ماكو مسائل، ماكو فساد. لا هو كان اكو فساد، ولكن فساد كان بيد شخص واحد. بعدين بعد 2003 لا فساد انتشر وصار بين كثير من الاشخاص المتنفذين، كان يكون على مستوى الفساد الاداري او على مستوى او على مستوى يرتقي الى الجريمه. انا شخصيا تعبيري الفساد الاداري هو مو الاختلاس، فساد الاداري هاي جريمه نعتبرها الاختلاس. فساد الاداري انه انت عندك الشخص الغلط في المكان الذي لا يجب ان يحتله شخص غلط. يعني انه مثل ما واحد هاي سديه وعليها فد مريض يحتاج لفد عمليه جراحيه، يعني دائما نجي جانب الطبي لان اقرب الى الانسان، ويجي شخص لا مو بس مو طبيب، مو حتى جراح، مو بس مو جراح، ما عنده حتى اليات العمليه، ها وتعال طيب اشرحه وتعال شرح وسوي له فد شره، يقتل هذا المريض. هذا اللي صار بالعراق، جابوا ناس مو اختصاص وما عندهم الاليات وما مستعدين يسمعون، ودخلوهم الى غرفة العمليات، تعالوا هذا المريض فقتلوه. النتيجة شنو؟ النتيجة انه العراق في خلال مراحل زيادة الانتاج النفطي، زيادة اسعار الانتاج النفطي، يعني وفر مالية تجاوزت 700 مليار دولار. هاي 700 مليار دولار كان من الممكن أن تنهض بالعراق بطفرة اقتصادية قوية، خصوصا بعد 2008. ليش بعد 2008؟ أنت عندك بعد 2008 الوضع الأمني بدأ قام يستتب، عندك يعني عمليات سولة الفرسان اللي بالجنوب يعني أتت وكلها يعني وسيطرت الوضعية، مسائل الامريكان في مسائل في ملف الصحوات الغربيه سيطروا عليه، وصارت اكو نوع من المشاركه الفاعله من الجميع. كان الكل يتمنى خلينا ننهض من جديد، كيف نخطو خطوه الى الامام. تلك الفتره كانت اكو ازمه اقتصاديه حاده أثرت على جميع الدول، أثرت بحيث يريدون كل المستثمرين يدورون أين مواقع الاستثمار اللي تدر عليهم بالإيراد. وكان العراق هو الوحيد، الأرض الوحيدة يعني، حتى اكتسح دول الخليج، يعني حتى كانت قبل الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي، هاي الفرصة الذهبية كانت للعراق. كان المفروض يهيئ إلى جذب الاستثمارات من خلال قتل آليات هاي البيروقراطية، وكتابنا وكتابكم يعني لازم أنه تعال أنا أريد أسوي موديل مال registration مال local companies. شلون أنه إحنا في بريطانيا نخابر المحاسب أو أروح على الإنترنت ونسويها خلال نص ساعة؟ حط هاي الآلية، لا تجي تبغى تسوي لي قوانين وشغلات وهاي. أنا أريد أنهض إلى بلد، يعني العملية الاستثمارية في العراق كانت توفر فرص استثمارية لا تقدر بما يقارب بين تريليون و300 مليار إلى تريليون و500 مليار دولار. البيل أوت مال هاي يعني كانت عندك ارتفاع أسعار النفط، مسيرة زيادة في الإنتاج، والمشاريع يعني أنت عندك تروح يعني انت في الامارات في ذاك الوقت يعني قبل الربيع العربي وهاي البنايات يضربها الهواء ساكنها الهواء، بينما انت بالعراق الفرص انه انت بحاجه بين 3 ملايين الى قد ما لا يقل عن 5 ملايين وحده سكنيه يحتاج الان. ماكو دوله تعطيك هاي الفرصه، فيجي مساله المفروض كيف نقدم تسهيلات للمستثمرين. المشرع في العراق مع الأسف الشديد كان يركز بطريقة وكأنما هو في كوكب آخر. أضرب لكم مثال، قانون التصفية، قانون المصافي. قانون المصافي عندما أرادوا لجنة النفط والغاز في الدورة اللي كانت مع 2006 إلى 2010
كانوا يقعدون أعضاء تلك اللجنة وواحد يضربون أخماس بزداس، واحد يقول لا نطي 1%، واحد يقول 2%، واحد وكأنما هي نزات. يعني يشوفون كيف تسن القوانين وتسن التشريعات في الدول المجاورة والدول العالمية، وأنت على أساس هذه التجارب أنه تضع قانون وآليات تنافس الموجود بحيث أنه تجعل من العراق أرض جاذبة للاستثمار في هذا المجال. وكنا نعرف أنه مسائل الصناعية بها تحديات كثيرة مالية، يعني مو مثل مشاريع الاستخراج. مشاريع الاستخراج حقيقة أنا أقولها شغلة الآن، كانت العالم بحاجة إلى زيادة إنتاج طاقة خاصة في ذلك الوقت، وكان مسائل تطوير النفط والغاز الصخري بعد مكلف جدا وأرخص النفوط الموجودة هي بالعراق، وأنت عندك 6 حقول عملاقة سابعهن كركوك موجودات بالعراق، 6 بالجنوب وسابعهن كركوك موجودات تقدر تفرض الشيء اللي تريده، بس لازم نلعبها بذكاء. كيف نجذب الاستثمارات الصناعية؟ يعني هي المشاريع الصناعية هي اللي راح تشغل البشر الموجودين. أنت بالنهاية طورت حقل، شو تريد توظف؟ يعني بهاي كل هاي المشاريع 10,000 20,000 30,000، أنت عندك هم بها 35 مليون، سنة 2030 راح نصير 55 مليون. زين الآن شلون كيف أن 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 أنهض بهذه الخطة الاستثمارية لكي نشغل هاي كلها الطاقات الموجودة؟ حتى نشغل هذه الطاقات لازم نركز على الجوانب الأخرى حتى نسوي الإيكونوميك دايفرسيتي ودايفرسيفاي الإيكونوميك ريفينيوز يعني مع البلد. كانت فكرة أنه الانتجريتد بروجكتس يعني المشاريع التكاملية، يعني أنه أنت تعال أنا راح أعطيك هاي الحقول ولكن أربطها بمشاريع، مشاريع الكهرباء، محطات الكهربائية، مشاريع النفط، تكرير النفط، مشاريع البتروكيماويات إلى آخره، خصوصا الحقول اللي هي مكتشفة واللي هي منتجة واللي هي معروفة إيش قد بها، يعني زيرو ريسك فيها، بالعكس الاستيميشن مالتها از اندر استيميتد. يعني انت عندك الان صحيح يقولون بالعراق 150 مليار برميل، ولكن تقارير كثيره في شركات النفطيه واشتغلنا هم شركات النفطيه وهاي تتحدث ما لا يقل عن 350 مليار. يعني هنا التحدي هي مو مساله ايش قد مخزون، احنا عندنا من المخزونات ما في ما راح يبقى السبلاي الى ان يصير النفط ما ربما ما له قيمه في يوم من الايام، مو ينتهي الى ما له قيمه، بمعنى ما له قيمه كاعتماد كلي، اللي راح تجي مصادر اخرى، راح تتطور التكنولوجيا بهذا الشيء. هذه اعطيت تعال كوست بلس كل هاي الحقول والاشياء، كان المفروض تفرض اشياء بها طبعا يحتاج لها خبراء اقتصاديين، فكر اقتصادي. أضرب مثل بسيط، تذكرون بالعراق سابقاً تريد تشتري غلاس سومر مع الكهرباء مع غلاس جيجاير مع سومر، وهاي شيء يفرض عليك ما يمشي، كانت أكثر شيء يفرضها عليك كتب خير الله تطاح. اي كانت قبل دع القلق وبدا الحياة هذا الكتاب، بعدين اجى وراها كتب خير الله تفاح وش اسمه، وكان هاي يمشي هذه الشيء بضاعته. احنا كان المفروض ناخذ من هذه الآلية التجربة انه تعالى المشاريع اللي بيها ريسك على المستثمر انا افرضها بالاشياء اللي هي بيها جدوى اقتصادية سهلة حتى اربطه وياها بحيث الكوست ريكفري مالته يضمن هو مو بس يسوي. يعني الان من تجي شركة بي بي او شركة شيل او اكزون هاي من تقول استثمرنا مليارين دولار راح نستثمر كذا او 10 مليون، حقيقة هاي ما اسميها استثمارات لان هي الموديل السيرفيس كونتراكت هي كوست بلس. يعني انت تعال انت ذبيت المليارين والثلاثة راح الكوست ريكفري مالته قبل نهاية السنة انت مسويها، يعني بحيث اذا راح تصير مسألة فورس ماجور في اي لحظة انت تلحق تشيل جوالاتك وتطلع وانت ما خسران.
يختلف النظام مال البرودكشن شيرنج اجريمنت والتاكس رويالتي اللي بيها فرونت لودد بالبدايه الاستثمارات وبعدين بالنهايه تجي تاخذ الاسترجاع والاشياء الى اخره، لان بيها عندك شراكه بالانتاج بهذا الشيء. بالمناسبه حتى هاي مال مسائل طبيعه العقود والاشياء هي كلها لغط اعلامي اكثر مما هو حقيقه دستوريه، ماكو شيء اسمه، هي بالنهايه هي معادله اقتصاديه. فشو تريد تسميها؟ عقود خدمه، عقود مشاركه، هي العقد شريعه المتعاقدين، وبالنهايه انت عندك معادله حسابيه، ويقعدون الاقتصاديين والقانونيين يعرفون انه هنالك معادله، مو انه يعني مثلا كثير من السياسيين طلعوا والله غلبنا الشركه، ماكو غلبنا الشركات. هو مو غادي حتى يوقع وياك حتى اذا مو ضامن نفسه، حتى التصريحات مال الشركات الاجنبيه من يقولون والله عصرنا الجانب العراقي وما نقدر يعني واحنا تاثرنا، لا هو بلا اقول لك هو كلش مكيف بها وموقع بها، هو ما بها فائده ما يوقع على فد شيء. من يجي انت اذا وزاره النفط عندها اربع خمس محامين مبتدئين يراد لهم جهه استشاريه، يا الله تعلمهم ابجديات كتابه اول صفحات العقد، هذول عندهم 50 محامي قاعدين على مخضرم كل واحد مهيئ يكتب الدستور. فما في شيء اسمه والله هم قاعدين ونغلبوا، هذا حكي اعلامي اكثر مما هو حكي واقعي مع الاسف الشديد، هذا ضيعني كل شيء هواي. النقطة اللي اريد اركز بها حقيقة مسألة أركز على الجانب الاقتصادي، لأن كان المفروض هي العربة اللي عفوا هي الحصان اللي يقود العربة ويكون عنصر التنافس على هذا الأساس، مو أنه تعال السياسة هي تقود الاقتصاد، لأن السياسة إذا عرجاء بالنهاية الاقتصاد راح يتدمر، وبالفعل كانت السياسة عرجاء والاقتصاد يتدمر. اليوم إحنا قلنا ذكرنا الميزانيه كانت 19 مليار، بعدين صارت 25، بعدين 37، 43، الى وصولا الى 140 مليار دولار، الى ان اليوم الدب اللي صار بالبرايسز، لان انت عندك الاسعار انخفضت من برنت كان 110 الى الان 76 و77 دولار للبرميل، وقد تنخفض اكثر لان كثير من العوامل دخلت في عمليه اسعار النفط، مسائل مثلا كثير من المنتجين النفطيين ما يريدون يخسرون زبائنهم اللي هم متصلين بهم، فحتى لو يقول لك انا مثلا السعوديه حتى لو تنهار بعد اكثر اسعار النفط ما ينزل، يمكن ينزل له 100 200 300 الف برميل، بس ما يقطع له مليون او مليونين او شيء، لان يقول لك هاي الاسواق مالتي. ثانيا انه انت عندك هنالك تأثيرات صارت على لاعبين سياسيين قد منتجين مثل السعودية يرونهم أنداد لهم بالمنطقة، بالمنطقة مثلا أنت عندك إيران والعراق كل واحدة على ملف خاص، عالميا روسيا تدخل بها الملفات مسألة النيوكلير وأوكرانيا وسوريا إلى آخره، فهم يريدون يأثرون على عوامل اخرى. عندك المسائل الاقتصاديه الاخرى، انه تعال انا اريد انزل الاسعار، حتى لو تنزل الاسعار انا اريد اضرب المستثمرين اللي في مجالات الشيل غاز والانكونفشنال ديفلوبمنت، لان كل ما نزلت اسعارها هذولاك راح يكون بركود، فهم راح يرجع الاعتماد على المنتجين التقليديين. فعوامل كثيره حقيقه تدخل بيها السياسه العراقيه مع الاسف الشديد بقت في تضخم. قلنا شنو العامل؟ انه الدوله هي المسؤوله عن الملف الاقتصادي، فشفناها حقيقه الدوله تعتمد على تريد مثلا تقلل البطاله، شو تسوي؟ توظف، هي خلقت بطاله مقنعه بعد، واذا تحول العراق الى سوشيال سكيورتي ديبارتمنت انفليتد بلوتد، تجي تقول لك مشاريع تجي تكلها الى المحافظه الى المؤسسات الدوله والقيادات الحكوميه في الدوله توقع،
الكاتيجرايزيشن مال هاي المشاريع الى عندك من الى هي عقود او مشاريع خياليه فانتوم بروجكتس ما تعرف شنو يعني تسمع بالبروجكتس وتسمع بالهاي بس ما تشوفه هذا وهي كثيره وهي هاي استهلاكيه وطبعا بالمناسبه هاي اموالها كثيرا ما ساعدت الارهاب واسست الى مجموعات ارهابيه وبعدين اثرت بنهايه المطاف على الامن الوطني مال البلد وبسبب المحاصصه توزعت هاي الاموال ما تعرف يعني ولذلك انت تشوف يوميا تطلع مجموعه جماعه فلان وجماعه فلان وهاي يعني بالمجاميع المسلحه. المشاريع الاخرى الثانيه هي المشاريع الفاشله يعني انت تسوي الجسر وينهدم ورا هاي لان مقاييس السيطره ما ملتزم مقاييس السيطره النوعيه العالميه هو عندك مقاييسك المحليه والمقاييس المحليه هي كررت لان هو اللي يمشي المقاول لان المقاول راجع على الباقي. وعندك المشاريع الثالثة الكاتيجوري الثالثة اللي هي بس شنو؟ عوجل يعني كنا مثلا سمعنا بالمؤتمر القمة مع الدول العربية اللي صار في بغداد جهد صارت المصاريف 450 مليار دولار مخصصات إلى مثلا مال الفنادق تقدر تبني بها جنب فندق هاي فنادق الرفيرمشمنت مالتها مال 450 مليون عفوا 450 مليون وقيل مليار لا 450 مليون بالدولار عفوا ف 450 مليون انت وين ايش راح تسوي بها اخذوها الريفيرشمنت مال الفنادق اللي صار يعني تشيب انا شايفه هاي الفنادق ايام الثمانينات قبل ما اطلع من العراق سنه 90 يعني فرس كلاس كانت وهاي يعني غير تعيدها على ذاك الاساس. لا يعني الصبغ لطش، الكاربت جابوا كانما دازين واحد التشاينا ماركت بدبي روح عندك هاي الكونتينر حملها. فمثلا نطب مثلا فندق معين وشي جايب له مزهريه منها تاخذ قنفات منها هاي جايب له طشها وحطها. لان هو عنده الحد الادنى وهاي وجاب مثلا المهندس سوى الامور الهندسيه فشغله عارجه وجاب القاصات اللي بالفنادق كلها ما تشتغل وهاي كلها مقاولات واشياء فهي تشوفها مرتبه بس تبقى بيها هاي المشاريع اكثر من 24 ساعه تعرف مشاكلها وشيء هاي الكاتيجوري الثالثه من المشاريع ولذلك الملف الاقتصادي كله فاشل صارت الصناعات عندك مثلا وزارة الصناعة العمال والشركة عندها أكثر من 75 شركة عامة بها مرتبطة بها لا تنش ولا تهش أنت عندك عدد الموظفين المرتبطين بهذه المؤسسة يتجاوز 220-230 ألف موظف بالضبط عدد الـ population مال قطر مال الـ natives مال يعني المواطنين ده فعندك هاي كلها اللي هي اللي يعني بس تاخذ رواتب والانتاج صفر. هاي كلها كان المفروض تعال يابا كيف نحلها؟ كيف نضع اسس الحل مالتها؟ طبعا بنفس هذا احنا عندك بالتوازي عندك الجانب الاخر في كردستان بغض النظر عن الملاحظات اللي على اقليم كردستان بما يخص المجالات القانونيه الاشياء في مجال النفط بس كخطه اقتصاديه هم قالوا ما راح نتعب نفسنا احنا نروح على ولايه على دوله مارست النظام الفدرالي وراحوا على الامارات بعدين راحوا على دبي كولايه كإمارة فقيرة ما بيها ذيك المصادر النفطية كيف بنت اقتصادها فسووا كومبليت ريبليكا إلى هذا المودل وجوا قاموا يبنون بهذه المشاريع من جابوا هاي من سووا هذا ما أقدر أقول لك صارت فد يعني حقيقة يعني صاروا دبي أو شيء ولكن حقيقة عملية التطور كانت هائلة بحيث أنت كل ما تروح كل شهرين أنا كل شهرين ثلاثة زوار أربيل أشوف شارع جديد أشوف مطار جديد أشوف عمارة جديدة
اشوف فد مدينه ومجمع سكني، ومن هاي المجمعات وهاي البنايات اب تو ستاندرد يعني اب تو فيري هاي ليفل يعني الموجوده الستاندرد مالتها هاي اللي ما صار. فصار اكو مع الاسف الشديد ما صارت اكو فد مقاربه في ابلين كردستان. احنا نرجع للملف السياسي، من صارت المشاكل السياسيه يعني فاست فورورد، خلي المواضيع هي حقيقه كثيره وهاي اقليم كردستان قلنا بسبب التغيير وبسبب الخلافات اللي صارت بين الاحزاب وبين المكونات الى اخره، ركزوا فقط على توجهات، ولذلك اعطوا دائما يتكلمون انه كأكراد لم يخاطبوا باقي ابناء الشعب العراقي انهم جزء من العراق، يعني يخاطبون ابناء الشعب العراقي بالعراقيه عندما تاتي بقسمه النفط، ولكن عندما ينتهي الخطاب عن قسمه الموازنات والنفط والى اخره هم اكراد ولا يوجد اي اعتراف. بالعكس اذا تقول عراقي، وانا كثير عندي اصدقاء اكراد واشياء، حسيت مثل هي اخذها في النوع من الاهانه. يعني هذا اللي استشعرته من كثير من الناس اللي هم اصدقائي حقيقه، يعني يعتبرها مثل اهانه. هاي المساله مع الاسف الشديد الساسه العراقيين كان المفروض يجلسون بكل واقعيه كلهم. تعال انت شو تريد؟ تريد اسس لك دوله؟ روح اسس دوله من الان قول لي اياها. لا تجي تقول لي انه تعال انا ابني لك دوله من باقي نفط العراق وبين الشغلات. احنا بالنهايه ما يحفظ وحده العراق اليوم بغياب الهويه الوطنيه، لان الهويه الوطنيه غائبه الان، بل حتى الهويه الانسانيه غائبه بهذا الاقتتال، هذا الجو الاقتتال الموجود. الان ما يحفظ وحده ما يسمى وحده العراق ست حقول. بل اكاد اقول خمس حقول موجوده بالبصره. ولولا البصره، لولا البصره لا يوجد شيء اسمه العراق. لا يوجد شيء اسمه هذا، لان انت عندك كلها سوشيال سكيورتي ديبارتمنت كلهم معتمدين على هذا، على هذا البلد، على هاي المدينه. ولذلك كان يجب على كل القيادات السياسيه، تعال احنا لن ننتظر الى ان هذا المكان قد ينفجر. احنا بالمناسبه هم اعلنوا كثير من وجهاء البصره انه بعد ما ينتهي محرم راح يبدون بعمليه استفتاء لانشاء اقليم. كنا نعرف كلمة إذا أنشئ هذا الإقليم أول شيء راح يطالبون به هو بنفس صلاحيات إقليم كردستان، وصلاحيات إقليم كردستان لا تقل عن صلاحيات دولة مستقلة. وفيما إذا بدت هذه العجلة يعني راح تبدأ عملية تقسيم العراق، يعني تتجاوز عملية الفيدرالية بل وصولا إلى الكونفدرالية. هاي المسألة كان يجب أن لا يعني تؤخذ بنظرة لا مستحيل ما راح يصير. نعم فشلت المحاولة في 2008، ولكن هنالك أسباب فشلت. أولا كان البلد في تحسن، البصرة كانت مليئة بالفاسدين وبالمهرجية والقتلة، على ساعة شوية تحسن الوضع مالتها، الوضع الامني استقر نوعا ما. الان تجي البصره تقول لك انا انتج 95% 90% من نفط العراق وميزانيتي 1%، وانا عندي 10% من النسبه السكانيه مال البلد، على اي اساس؟ شنو هذا؟ مو هاي اسمه غيزه، هاي وقاح صفاء، مستحيل انا راح اقال هذا الشيء. ولذلك انا اتوقع المحافظات المنتجه قد تتجه نحو الأقلمة والمطالبة بصلاحيات لا تقل عن الإقليم إذا بقى الإقليم مصر على هذه الصلاحيات. نجي على مسألة الإقليم. مسألة إقليم كردستان الآن بعد 10/6/2014 يعتمدون هذا التاريخ، تاريخ داعش، أنه العراق ما قبل وما بعد 10/6/2014. وحقيقة هذا التاريخ الفاصلة به هو استحواذهم على كل المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك الغنية بالنفط، واللي هي
جعلت من الاقليم لو يعتمد على كردستان على كركوك اعتماد كلي بالاضافه الى باقي الحقول، نعم باستطاعتهم ان يتجهون الى استقلال اقتصادي، ومن ثم هم اوريدي عندهم استقلال سياسي. انا كعراقي اسافر الى اقليم كردستان واثر بالجوازات، يعني ما ادخل انهم من ادخل يقولوا لي على صفحه صحيح انت عراقي عندك جوازك عراقي شيء، بس خلينا نشيك الامور الامنيه من الجاي من الكافلك من الاشياء وهاي، الى ان اقول لهم اعطيهم كل المعلومات يلا ادخل محافظه مع الان معرف في 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 اقليم كردستان. والعاده من التاخير لا يقل عن بين خمس ثلث ساعه الى نصف ساعه اقل تقدير، يعني هذا الشيء والغير معرف شنو هذا يحطوا له الف لام تعريف يحتاج. فالمساله ما بيها كان الان هم اخذوا كركوك وبداوا حتى ينتجون مو بس من قبه خرماله، يعني وتعرف عندك خرماله وعندك باي حسن وابان، الان ينتجون من كل الحقول اللي كانت التابعه الى شركه النفط الوطنيه شركه نفط الشمال، وحتى الزيادات المستقبليه اللي يقولون احنا سوف نصل الى 700,000 و800,000 وصولا الى المليون، هم اعتمادهم على كركوك مو اعتمادهم على الحقول الباقيه. هذا الشيء. من الناحيه الحسابيه صحيح هذه فرصه ذهبيه وستؤسس الى استقلال اقتصادي، واليوم صرح نشيروان بلزاني رئيس وزراء اقليم كردستان انه سوف لن نسمح الى شركه سومو شركه التسويق انه تتدخل في اي شيء، ولن ومنزلها درهم واحد اذا ما نتفق على قانون النفط والغاز وقانون توزيع الواردات الاتحاديه. فاستعجلوا اليوم شرعوا قانون توزيع الواردات الاتحاديه مالتهم. طبعا هم من يتكلمون بالقوانين يتكلمون بقوانينهم وبتفسيراتهم الدستوريه، ما يتكلمون انه شنو قوانينك وشنو تفسيرك. هذا الشيء. ولذلك طبعا فادتهم مساله الصعود مالنا في تطوير اقتصادهم، تطوير علاقاتهم الخارجيه، استمدوا من وزاره الخارجيه ومن كل مكاتب الكي ار جي في كل الدول هاي الممثليات الى سفارات اقوى من سفاره الدوله العراقيه، فصارت عندهم يعني حتى اذا تريد تكتب لك مقال في جريده او مؤسسه فكريه تشتغل بها، يعني اكو شخص هناك شخص يعني، وهذا ذكاء انا اعتبره بالعكس بالعافيه عليهم، كان المفروض الحكومه العراقيه على المستوى الاتحادي ان تعمل هذا الشيء. انا لو في اقليم كردستان وكردي اعمل ما بالعكس ما الومهم هذا الشيء، يعني هو شاف امامه دوله فاشله، يعني ليش انا اربط فشلي واني اني اكثر من تقدم، خلي انا اطور هذا الشيء. وبالنهايه صارت هي صراع بين الذكي والغبي، كانت هي مو انه وصارت مسألة أغلوبة التقليدنا. شنو التحديات الآن اللي قد تواجه أقليم كردستان؟ أقليم كردستان صحيح حسبوها من الناحية الحسابية، ولكن من الناحية السياسية والأمنية هم أجدهم الآن سيواجهون تحديات على أساس العراقيين الباقيين من فرقاء من كل باقي المكونات العراقية أن يستغلوا هذه النقطة لإعادة الحوار الوطني والعودة إلى الطاولة الواحدة والكلام المعقولية. إقليم كردستان بأحزابه سابقا واجه حروب، وهذه الحروب قد تعود، بس شلون تعود؟ ماذا يوجد في إقليم كردستان؟ أين هي مواطن يعني الريتشنس الأويل أند غاز ريتشنس الموجودة؟ موجودة في كركوك السليمانية، بيدمن بيد البي يو كي، بس الحكومة السياسية بيدمن بيد الكيميجا هي ماي جسمه. فعندك هاي راح تسبب أزمة سياسية مستقبلية، لأن بالنهاية البي يو كي الآن الحزب الطلباني رجع بقوة، وشفنا أنه عملية تأخير تشكيل الحكومة حكومة الإقليم السابقة ما بين شهر 9/2013 استمرت إلى صور شهر 4 أو شيء، بس السبعة أشهر كان مخاض عسير، وحتى من صارت حكومة تقيعية وما حد راضي عليها.
وحاولوا ايش قد يوحدون يقوصون الفجوات ويوحدون امرهم على اساس هذه الخلافات، ولكن ما قدروا. يعني انه تجي خلافات بغداد توحدهم، ولكن فشلوا بهذا الشيء. الان قد تعود الى الواجهه هاي الامور. ثانيا، انت عندك كركوك هم من اخذوها؟ ما اخذوها من مناطق عربيه شيعيه، اخذوها من مناطق عربيه سنيه. لان كركوك الكرديه ينظر لها هي مدينه كرديه، والمناطق المتنازع عليها هم ينظروا لها مناطق كرديه، ولكن العرب ينظرون الى هذه المدينه والمناطق المتنازع عليها انه العرب السنه انه ينظرون الى انه هي مناطق عربيه. وكذلك التركمان ينظرون الى كركوك تركمانيه. ولذلك عمليه الاستثمار والاعتماد الاقتصادي الكلي على هكذا اماكن اقتصاديه ما تقدر تعتمد عليها الى تاسيس وصولا الى تاسيس دوله. لان هذا انت حدودك حول اقليم كردستان 650 ميل، ها، هي حدود داعش المحيطه باقليم كردستان. هي داعش ما اجوا من القمر ونزلوا باراشوت، وهاي داعش لها حواضن، وهو تحالف بعثي سلفي واسس الى هذا الشيء. صحيح انه انت عندك القوى الخارجيه لها يعني كالفورن فايترز وشي موجودين اكو نسبه لهم، ولكن بالنهايه المنفذين الحقيقيين وهاي الفئات كلهم التموا تحت رايه داعش او ما يسمى داعش. فعندك هذا التحدي الكبير، فتعال انه شلون راح يقنعوهم انت؟ يعني قد يكون الجنوب العراقي والميد ساوث كله يقول لك اوكي انت اخذتها بالعافيه عليك، جود لك جود ريدنس. بس تعال انت بالنهايه انت شلون راح تتعامل وياهم؟ هذا الشيء قلت لك ان انت بالنهايه انت تريد، هي مو مساله قياده الان. ثالثا، انت عندك اقليم كردستان هي لاند لوكت، يعني قاعده في مكان مغلق. من حولك من الجنوب والغرب فئات اليوم تسمى داعش، في اي وقت تسمى سني انسرجنسيز وبعثيز وذن الشغلات وهاي. من الشرق انت تحدك ايران، وايران لها ثقلها وسطوتها وثقلها. من الشمال عندك تركيا، وتركيا شفناها انه مهما قدمت من الوعود بالبدايه ولكن احكمت سطوتها وبينت انه هي عندها علاقتها مع الكرد هي علاقه انه تثبيت حزب العداله والتنميه في المسائل الرئاسه الى اخره، وانتهت الانتخابات ورجعت بالنهايه الاتهامات، والموقف التركي معروف من الجانب الكردي اليوم. وهذا الغزل الموجود والاعلام وذن الشغلات هو حقيقه فور ميديا كونسمشن، لان تبقى اصلا تركيا اليوم موقفها انه عندما تضع تجرم تقول راس بشار الاسد والبي كي كي، وبعدين من نخلص منهم نفكر بشيء اسمه داعش. نعم هم يقولون داعش ضدنا وذن الشغلات، ولكن هو هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الحديث العام، يعني هم بالاعلام دا يقولوا، يعني ما مو شيء جديد. النقطه الاخرى، انت دا تعتمد على اقتصاد احادي في منطقه مغلقه، زين انت حتى تطلع النفط ايش قد راح تكون مصاريفه؟ لا ما نريد ادخل في تفاصيل شو اسمه وارقام، ولكن حسب المصادر اللي موجوده عندي كل برميل نفط يطلع من اقليم كردستان يصدر تستقطع منه كثير من المبالغ. كثير من المبالغ هاي اليوم، فاذا استغلوا باشر عقبه شلون راح يكون نسبه الاستغلال اللي عليهم؟ راح تزول. والاستغلال يعني مسألة جمع الطرح تزداد كثيرا. يعني أضرب لكم مثل عدد كمية النفوط اللي باعوها، كمية النفوط اللي باعوها في الأشهر السابقة من بداية السنة إلى هسه حسب الإعلان مالتهم البرس ريليز اللي طلعت المنستري أوف ناتشرال ريسورسز 34 و500 مليون برميل على مبلغ مليارين و870 مليون.
لا جمع بطرح تلقاها هاي 83 دولار. هي الانخفاض مال الاسعار مال النفط قبل 5 اسابيع صارت. بس قبلها كان البرنت 110 112 نزل 105 شيء. فانت عندك فارق ال 20 30 فتحسب هذا المعدل منين شنو قيمته يعني. ما مساله حسابيه من برس ريليس هم طلعوا يعني ما هذا المعلن ما انت لا تشوف رسيت امامك يعني ما دخلت الى مرحله التدقيق بكل شفافيه. وهذا على البايب لاين ما تعرف انت التراكنج ايش قد يصير. التراكنج حسب كثير من المعلومات انه البرميل قد يباع ب 60 دولار يعني. فكثير من التحديات تواجه اقليم كردستان فيما اذا توجهوا الى الاستقلال الدولي. تبقى انه كيف انه اوكي شنو السينال انت عندك العراق انتاج النفط مالته ينتج اليوم 3 ملايين وكسر بحدود 550 الف برميل تروح الى التصفيه. فالمسائل التصدير تصعد قد تصل الى I would say يعني الانتاج حسب المراجعه الاخيره اللي صارت لان صارت مراجعتين. اول شيء كان التارجت مال 2017 انه 12 مليون برميل بعدين راجعوها مره ثانيه الى 9 ملايين برميل في سنه 2020 الى ان هسه المراجعه الاخيره 7 ملايين برميل 7 ملايين و100 الف و50 في 2020 وهاي اكثر اقرب الى الواقعيه. ولكن حتى اذا تجمعها مع النفوط الاخرى المنتجه من كركوك ومن اقليم كردستان تزداد هذه القصه قد تصل الى 8 ملايين وكسر. زين نسبه حتى 17% مؤمنه من خلال نظام فيدرالي تكون اكثر مما انه لو هم يروحون راحتهم مع كل الاعباء الامنيه. الان العراق في 2015 يواجه عده ازمات، يواجه مساله انخفاض الميزانيه بسبب انخفاض سعر الدولار سعر البرميل الى حدود 27%، يواجه تكاليف الحرب التي قد تصل سنويا ما لا يقل الى بين 8 مليارات دولار اقل شيء بين بروكيورمنت وتجهيزات وتدريب، يواجه مسائل اعاده تاهيل اللاجئين. انت عندك مليونين لاجئ والتكلفه مال اللاجئين ما لا تقل عن 500 مليون دولار شهريا يعني حدود هاي 6 مليارات اضافيه. فانت من كان عندك الموازنه مليار 140 مليار انت عندك عجز ما لا يقل عن 10%، فكيف هسه الانخفاض بهذا الشيء؟ انت عندك الفيسكال بريك ايفن مال النفط حتى تصير فيسكال حتى بريك ايفن يرى لك 107-108 ما لا يقل عن 107-108 دولار للبرميل اللي هو اليوم 76. فكيف هاي كل هاي التحديات مع كل هاي المصاريف الاضافيه؟ الحلول بشكل سريع وما اريد يعني اخذ في دقيقتين يعني هاي العراق عليه ان يتجه نحو اولا عمليه خصخصه جميع المشاريع اللي تحت سيطره الدوله بما يخص المشاريع الصناعيه وتقديم تسهيلات وحوافز تناسب ما هو موجود بالمنطقه. لان بالنهايه هي اللي راح تنقل الكوادر العماليه الموجوده على عاتق الدوله الى المستثمر بالنهايه. وبالنهايه راح تفضي امور ماليه ثقيله تشيلها من كاهل مصارف الدوله. ثانيا انت عندك التسهيلات الاستثماريه في مشاريع اخرى اللي تدخل لازم تسهل بطريقه بحيث تقتل كل حلقات البيروقراطيه. يجب ان تشكل هسه لجان فنيه متخصصه، واذا ما موجودين المتخصصين يجيبون ناس متخصصين من برا. هذا الجهد الوطني والاشياء هذا ما يعني انت هو ده يروح المسؤول بالغرب حتى يعالج نفسه، اهم شيء اللي هو جسمه
زين لما تجيب لك واحد همات خبير قاعده محامي ومهندس وش اسمه واعتمد عليه اذا البلد ما يقدر ما عنده هالكفاءه. انه كيف يحط رسم نظام جديد للحوكمه بحيث انه انت عندك موظف يريد يسوي معامله، عفوا الزبون يريد يسوي معامله. اكو فد ثلاث حلقات اربع حلقات وتنتهي لازم هاي المعامله. الان انت بالعراق تطب في حلقه تعرف بدايتها ما تعرف شنو نهايتها. والعمر كله شيء يروح يعني. عندك النقطه الثالثه مساله عامل الوقت، يعني الوقت انت من تريد تاسس الى مشروع اكو تايم لاين واكو بجت واكو شغلات. يعني اهم عنصر بكل معادله حسابيه هو الوقت. حتى رب العالمين يقول هو العصر. يعني مساله الوقت، الوقت كلش مهم. هذا شبه معدوم يعني موجود. فهاي الامور الكثيره. يعني النقطه الاخرى جذب استثمارات للمشاريع الموجوده النفطيه. اكو مارجنال فيلدز، مشاريع متوسطة الحجم وصغيرة الحجم النفطية، بس اكو كثير من الشركات يريدون يجون يستثمرون بها. استثمر جيبهم خلي يستثمرون بها واربطها في مشاريع المصافي والبتروكيماويات وانتاج الغاز والكهرباء، وخليها خلي النظام الاقتصادي مالته هو شيء 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 يعني مالته. بس 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 حتى الشغل ناس، انت عندك كوادر عماليه لازم تنقلهم من الدوله الى شو اسمه. وبعدين عندك مساله الاستثمار في الجانب التعليمي. ما يصير انت موازنه العراق انت في الجانب التعليمي تحط لها 1% و2%. انت المفروض احنا حتى نهيئ الى جيل جديد لازم الجانب التعليمي نستثمر له ما لا يقل عن 15% من موازنه الدوله. يعني احد الاسباب ليش مثلا فنلندا سبقت الولايات المتحده في الجانب التعليمي، انه عندك دائما الولايات المتحده، الولايات المتحده يعني اكثر دوله متقدمه بالجانب التعليمي هي فنلندا. ليش؟ لان يعني مثلا يجون المدارس مو يعني الاي ليفل، هاي داعشي البرايمري سكول و لا برايمري سكول انترميديت، يختارون لازم ما لا يقل انه انت عندك ماستر وتوب كلاس ماسترز لازم انت عندك، لان هذا راح يهيئ الى جيل فياخذون من التوب من الاليت، في حين الموجودين بالبلدان الاخرى ياخذون من اللور تيبل. يعني انه انت اقل واحد انه ما حصل شغل يروح يصير معلم. بس احنا نقول طبعا كاد المعلم ان يكون رسولا، هم عندنا نقرا هذا البيت الشعر مثل القران. هم ما عندهم هذا لا بيت الشعر ولا هذا، اسمه يختارون من التوب ليج يعني مالتهم. فبهذه النقطه كثير مسائل التعليم، مسائل الصناعيه، تسهيلات الاستثمارات، تسهيلات قروض، تحمل جزء من القروض وتسهيلات حوافز للمستثمرين، تشجيع القطاع الخاص المحلي، هاي الامور اذا يعني مسألة الدولة أن تسوي مشروع ما يصير، لأنه إحنا نعرف الدولة هي أفشل مقاول بالعالم. فكيف إذا كانت الدولة العراقية وبعد كل هذه الأزمات وتحسب على هذا الحساب؟ ولذلك يجب أن يكون نقاش اقتصادي صريح بين في الإصلاح الاقتصادي، نقاش سياسي صريح مع كل الفرق السياسيين. شنو يريدون من مستقبلهم؟ شنو يريدون من العراق؟ او بالاصح شنو الشيء يريدون من البصره حتى البصره تعطيهم هذا الشيء؟ والنقطه الثالثه المساله الامنيه اذا لم تحل بمصالحه وطنيه حقيقيه بدون اي مجاملات، يعني احنا دربنا على هاي المجاملات والاشياء، لا لازم يكون مصالحه حقيقيه وبحديث صريح بدون اي مجاملات. سوف تستمر الازمه. وقد يكون عالم عام 2015 اما عام التغيير نحو الافضل او عام التغيير نحو سيناريو ما نعرف كيف راح يكون شكل العراق او شكل الدول اللي ستكون العراق بعد ذلك. وشكرا جزيلا. الحقيقه رحلة ممتعة مع الأستاذ لؤي الخطيب رغم مأساويتها،
وشجونها، لكن هذا هو الحال العراقي. وعلى طريقة مؤسسة الحوار الإنساني نفتح الأسئلة، نأخذ مجموعة أسئلة، كل ثلاث أسئلة جاوبوا عليها. أوكي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للأخ لهيب. الحقيقة أكو أمور كثيرة ما راح أتطرق على إجابة، بس أستوقف موضوع الموازنة والتقسيمات أو تبويب الموازنة. أنا أفهم أنه عندما يكون هناك نسبة 30% من الموازنة إلى الاستثمار، أفهمها بالعربي، عند 30% راح أسوي لي بيت، هذا البيت راح يجي معده إيجار. احنا صارنا 10 سنوات 30% يجي استثمار، وينهم؟ شو لا الفلوس ولا البيوت ولا الايجارات؟ انا هذا السؤال. بس اكو فهم قد يكون خطا، انه هم يقولون استثمار وهو في الحقيقه خدمات. ما المشكله الان احنا اقتصادي ما يميز ما بين الخدمات وما بين الاستثمار. ذكرت فنلندا في عمليه الاصلاح، اصلاح التعليم، وأنا أتشرف وأفتخر بأنه أنا خريج فنلندا. شلون نقضوا بالإصلاح؟ بأنه جعلوا أول مرة التعليم حكومي 100% ولا خصخصة وفري فور أول ليفلز، ابتداء من نيرسري إلى الدراسات العليا. وأنت الآن تروح تدرس دكتوراه وأي مرحلة فري، ماكو تيوشن فيز، فضلا عن أنه هناك ما يعرف بالمساعدة الدراسية أو الدعم الدراسي للطلاب. فبدأوا الإصلاح بالتعليم من الرياض الأطفال، ومرورا مثل ما حضرتك تفضلت أنه معلم الابتدائية لازم يكون ماستر، ومو كل ماستر، توب كلاس، ونهضوا هذه النهضة. فأنا يعني موضوع الخصخصة اللي ذكرته، انه الدوله تخصص المشاريع والصناعات عندنا، بالحقيقه راح يسوي عبء وفاشله. ليش؟ لانه كم هائل من العمال ما ممكن المستثمر يروح يستثمر هذه العمال. ما يستثمر ايش نسبه؟ الا اذا كانت هناك مشاريع مستحدثه. مليون. مشاريع مستحدثه والا المشكله راح تنحل. شكرا. شكرا. استاذ رائد، انا احب اعطيك حقائق. أنا عشت في السعودية في منطقة الخبر والضهرة 7 سنوات، أكثر من 7 سنوات. تعرف الحكومة السعودية مشتلطة على شركة أرامكو اللي هي مال تنقيب النفط، ها؟ بحيث تسوي لهم طرق، تسوي لهم مستشفيات، تسوي لهم كذا. ما يعني ما يستمع لك، شلون النهاية؟ لما تقول الى شخص سواء مسؤول او غير مسؤول بالعراق، ما يعني اذن طرشه، هاي وحشه. اعطيك نقطة ثانية، أنا في الجامعة التكنولوجية من 78 لغاية طلعت 92. احنا في قسم العلوم التطبيقية دكتور وليد في 85، احنا إلى مكان تابع للأمم المتحدة، وين؟ في بداية أبو النعاس على يدك اليسار، من تخلص هاي المدرسة مع الآتفات يمكن على اليسار، قلنا لهم ظروفنا العراقية صارت صعبة. تعرف شفرحونا ما يقارب 1,000,000 دينار أجهزة ليزر، وعلى هذا الأساس فتح قسم الليزر في الجامعة التكنولوجية. يا أخي اللي موجودين هنا ما أريد أخلي سوء ظن بيهم، أريد أخلي حسن نية، ما يستمعون، ما يتجهون، ما يدون، فاقد الشيء لا يعطيه على جميع المستويات، سواء كانوا في الدولة أو في الشعب. تعلموا على ثقافة أخرى اللي أنت تعرفها، النهب اللي شفناه بالتلفزيون وما شابه ذلك. أما هسه إحنا مثل ما تفضلت، وهذا الحكي مع احترامي لك، كل عراقي يعرفه، حتى العرب يعرفه، نشخص شنو وضعيتنا وهذا، ترى لأن الفضائيات ووسائل الإعلام وكلها توصل، كل عراقي يعرفه، سواء شيعي أو سني، سواء كردي أو عربي. أنت اقترحت قلت الحل كذا كذا، مع تقدير
شديد له. انا اعتقد الحل هو في الله كلمات، وانا سبق وانه بنيتها مجالس عديده. الانسان قبل البنيان. هذول لو تجيب لهم مو تكنولوجيا امريكا، يعني شعب عجيب بالتهديد. فالانسان قبل البنيان. والوعي قبل السعي. بدون هذه وداعتك لو تجيب لهم من القمر وفلوس وهذه ما فيها فائده. شكرا جزيلا. شكرا لمؤسسة الحوار الإنساني على هذا اللقاء. أنا عندي عدة ملاحظات. بالتقديم حقيقة ما أعطيتونا نبذة عن مؤهلات الضيف الأكاديمية. ما عرفنا. أنت شفت مقابل شفت ورق قلنا. ما أعرف. موجودة بالعراق. أكو مشكلة. مشكلة تحدثنا عن مشكلة الدستور واستخدام نصوص الفضفاضة، قد يكون أكو نص يناقض نص آخر وغيره. احنا مثل ما نعرف الدستور هو مو قانون إلهي، وضعي، واللي وضعه يعرف هو خلق هاي، خلقها بقصدية، يعني مو خلقها إنه ما مقصودة، هاي مقصودة واشتغلوا عليها سنين وإحنا كنا قلنا نعم للدستور وغيره، هاي كلها مقصودة، استخدام الألفاظ والمعاني والنصوص الفضفاضة وكتبوا عنها ناس اختصاصيين وما حد أخذ بحكيهم. الملاحظة الأخرى، أنا أستغرب حقيقة من طرح المحاضر يقول من سوء حظ العراقيين صعود أسعار النفط 5 أضعاف. ليش يعني؟ مفروض يتحسن الوضع يعني. زين، بالمجال الهندسي تطرقنا لموضوع أنه جسر ينبني ويجون إحنا عندنا ستاندرات. العراق والمهندسين العراقيين واعتقد الاستاذ المحاضر من ضمنهم، احنا عندنا ستاندرات نمشي عليها، اما بالاعتماد على الستاندرات البريطانيه او الامريكيه، لكن اكو موضوع فساد. ستاندرات ما عليها شيء، المهندس العراقي يفهم، بس اكو موضوع فساد. مواصفات يسمونها. اي، بالاخير موضوع الخصخصه، اني اشارك الزميل الطرحه، الخصخصه ما راح تستقبل هذول العمال التبعين لك مليونين عامل ما ياخذ من عندهم 150، ما يحتاجهم. البيروقراطيه، اعتقد موضوع الاستثمار والتسهيلات الاستثماريه اهم شيء هو الاستقرار السياسي او الاتفاق السياسي. شكرا جزيلا. حقيقه الاسئله هي كثيره متشعبه. ابدي المواضيع المطروحة بشكل موضوعي تدرج حتى بما يخص أبن الأخ الأستاذ بما يخص السعودية، قلت أرامكو تبني طرق وذن الشغلات. إحنا ما يصير نسوي كوبي بيست من كل دولة ونجي نقول هذول يسوون هيك، لازم نسوي مثلهم. كل دولة لها نظامها السياسي ومؤسستها السياسية. يعني أنت عندك النظام الملك هناك، فالملك هو الحاكم وما يحتاج لا برلمان يجي يناقشه ولا وزير يقدر يناقشه ولا هاي. فبتوقيع مو بتوقيع، بوصلة ورقة واحدة يقول له تعال سوي كذا وسوي كذا. ثانيا أرامكو هي دولة داخل دولة. ثالثا أرامكو هي ما نشأت البارحة، عمرها 70 سنة مسيرتها النفطية اللي بنت يعني في السعودية. رابعا أرامكو شوف مشكلة الخليج، احنا العراقيين كل احنا مشكلتنا مشكله هاي الشعارات الوطنيه يا اخي، هاي ما هاي هذا ديزيز، هذا اللي صار شو اسمه. طل هاو هاو طلعنا وطنيه وما ادري شنو، نريد نطردهم وبس النظام يعني يكون كل شيء بيد القيادات الوطنيه وما ادري شنو. طلعنا الشركات وطردناهم من التأميم وهاي ما جبنا البديل. حتى النهوض بالواقع النفطي ذاك الوقت كانت بامام الخريجين اللي تخرجوا من الاي بي سي من العراق بتروليوم كمباني والبقعه خطر، بالنهايه بدا الديكلاين من صارت الدكتاتوريه بدت وكلهم شرد شرد والهاي، وعلى اللي شررنا من سنه 79 وانت جاي تعرف القصه. المساله ما بيها مال الخليجيين ما سووا هذا الشيء، اجوا عادوا صياغة المفاوضات ويا الشركات، بقوا الشركات وبقوا هاي، ولذلك بدأوا هم في نمو وصعود. يعني من
يعني مو مثلنا احنا حرمنا وما حللنا. هم شويه شويه عادوا رينيغوشيشن، مراجعه العقود، مراجعه الصياغات الى اخير، يعني ما طلعوهم. والى الان بدت تعلموا كيف انهم هم يبنون نفسهم من الافضل. الى الان هم تجي الشركات الاجنبيه تجي تتنافس في الامارات وفي الكويت وفي السعوديه حال حال الاخرين. دهت فتره التعاقدات هذيك الطويله الاشياء. احنا مساله احنا نظامنا نظام جمهوري، نظام اتحادي فدرالي، مو نظام ملكي ما يمشي على انه الشيخ الفلاني او ذن الشغلات يجي بتوقيع وكذا وهاي. فالمؤسسه لازم تجي هي مو مقاول. يعني احنا ارامكو عندها شركات كثيره، فتجي من شركه تفضل الجنوب مو شغلتها تجي تسوي طرق ولا تسوي مستشفى ولا تركز على الامور التشغيليه. المفروض اكو لازم شركات اخرى هي اللي تعتمد هذا الشيء. اما مساله الحل مال الانسان، انا اتفق وياك 100%، ولذلك انا شاركت الدكتور كارب بما يخص مسائل التعليم، قلت الانفستمنت المفروض احنا من البجت المفروض نبدي بها 15% بلس على مسائل التعليم. هي هذا اللي تبني الانسان، تبني تطوير الجانب التعليمي، لان اذا احنا نريد نفكر لونج تيرم هاي الشغله. بما يخص ارجع هنا سوء حظ العراقيين، مساله صعود الاسعار وهاي، انا اضرب مثل. احنا ايش وقت احنا بدينا نعتمد على النفط؟ احنا الى حد سنه 1955 بغض النظر عن النظام السياسي ايام الملكيه الى اخره، كان الشركات الاحتكاريه هي مسيطره كل شيء، ما كنا نقدر نحصل كل شيء، مواردنا كانت اكثرها كلها من الزراعه مو من النفط. ولذلك وتشوف احنا وزرائنا كلهم خريجين السوربون وخريجين هارفرد بذاك الوقت، وخريجين يعني فطاحه، وكل القيادات السياسيه بذاك الوقت كل من يحكي له اربع خمس لغات، ومفاخر القيادات الموجوده السياسيه اللي يطلعون بيضربون المثل بالقياده الحكوميه العراقيه، يعني صدق يعني it was the benchmark. يعني احنا وصلنا الى مراحل متقدمه بغض النظر عن شنو راينا ايام الحكم الملكي وذن الشغلات، يعني انا بحكي على اللوكال كونتنت مال البلد. شويه شويه من صار الاعتماد على النفط، من صارت الثورات وهاي، ما احنا يعني حتى الخطط بعد سنه 58 هم بداوا يستخدمون الخطط الموجوده والمشاريع اللي مشت بها مال مجلس الاعمار اللي صار بذاك الوقت. وبعدين بدا صار الديكلاين. يعني من اجى عبد الكريم قاسم، اجى عبد الكريم قاسم سوى قانون الاصلاح الزراعي، اخذ وقام اخذها من الاقطاعيين ووزعها على الفلح وما ادري شنو هاي، ورا ست اشهر سبع اشهر اجى على مجموعه من الفلح شافهم قاعدين قيعانهم صبخه، لا لان ماكو خطط، اعطاهم فشي بس ما اعطاهم خطط. قيعانهم صبخه فاشلين كل شيء ما يسوون، وحتى والاقطاعي شارد وما ادري شنو هاي النتيجة. فقال لهم شنو سويت؟ ما نطيتكم كذا، هاي السندات هاي كذا. قام لواحد من المهاويل قال لي لا هو يركب بكدلك وهو ظل حاله مثل حاله، وظل متان اللوري بدرهم يركب به هو حاله، وانا قاعد نسيت الرد. من قطع الاراضي ما اسس اي خطط ولا هاي، ولذلك فشل هذا المشروع. فبدا الان الاعتماد على النفط. من بدينا من بنت المؤسسه النفطيه بدايه السبعينات وصار التأميم، انبنت على اساس انه السلطه الامنيه والسلطه الاقتصاديه. صدام سوى هيئه المتابعه بالبدايه بدايه السائل هاي، وبدا يبني يعطيها صلاحيات من مجالس قياده الثوره يعطيها، الى ان بدا لزم الملف الامني مع جهاز حنين، وبعدين ملف التصدير مال النفط مال بذاك الوقت، الى ان سنه 74 وفوق من اجى صار هي از دي فاكتو بريزيدنت، كان قبل ما يصير بريزيدنت كان كل المقاليد هاي اللي صارت سنه. من صار التغيير الملف الامني مع الملف النفطي دائما صار بيد وحده، وان تغيرت الوجوه وان تغيرت النوايا السياسيه شيء، ولكن من صارت بيد وحده زادت المفاسد. الى ان صار الاعتماد من كان يمكن ايام العهد الملكي 5% وحتى 10% على النفط الى الان الى 95%. ليش؟ لان صار بس بقره حلوبه.
بما يخص فعلا دا اقول احنا بالنهايه لازم نطور الصناعه، نطور السياحه، نطور يعني احنا ليش ما يعني هسه كل يعني هسه المغرب شنو عندها يعني ابار مثل العراق، لو الاردن عندها، لو لازم نفكر بطرق اخرى، والحاجه هم الاختراع بالنهايه. اما احنا نجي نبقى بس نفكر عن يعني بهالحاله على هاي المعادله مال النفط، لازم كل البلدان اللي ما عندها نفط تموت ثاني يوم، لازم تموت، ما يصير. احنا صرنا الى دوله شعب كسول ودوله فاشله بسبب هاي. فبما يخص مسائل الخصخصه، انا من ذكرتها لم اذكرها بطريقه انه والله تعال الشركات اخذوها بعد ما تريد الحكومه، لا، انا بديت كلمات الكلمه مالتي انه اكو 3 مايلستونز: الانتقال من المركزيه الى الاتحاديه ديسنتراليزيشن، الانتقال من الجفرمنت كنترول الى الماركت ايكونومي، انه بالنهايه انه تعال خلي تجي الشركه الحكوميه تتنافس مع الشركه الخاصه. بس انا عندي هاي المواصفات، مو اجي انا والله هاي الشركه لين هي وطنيه، هي اسمها وطنيه لان ابن مدلل لازم اعطيها حتى لو هي فاشله وبها فساد وبها حلقات فساد، بس هي لين اسمها وطنيه اعطيها، وتجي تلزم الحقل او المشروع او الشيء وتقعد تقفف عليه ولا نتاج ولا شيء. سيدي العزيز، البتروكيميكال بي سي 1 سنه 1977 انشئ في نفس السنه اللي سابق نشئت في بالسعوديه. الان احنا انتاجنا النفط من البتروكيماويات والمواد والاشياء لا يتجاوز 420 الف طن، وهم انتاجهم يتجاوز حدود 50 مليون طن، وقيمتها تجاوزت 100 مليار دولار. تنافس ما لها علاقه، ما هي مساله تنافس. فانا من اقول الخصخصه زين، انت تجي خصخصه على بعض المشاريع، انت يجي المستثمر ياخذ بعض العمال، انت اوريدي انت عندك عمال تغطيهم من المخزون، هيئ لهم وما ينتجون، هيئ لهم نظام سوشيال سيكيورتي خاص وتاهيل الى اعادتهم. ان كانت سنته قاعدي لازم تحط له نظام تقاعد، اذا كان هو شاب هيئ له برنامج، انت راح تتمطين الطين بس تطيع على برنامج، مو انت مهمه انت والله هذا مهندس او المدير الفلاني قاعد فلان الشركه بس ماكو كي بي اي، ماكو زيرو برودكشن مال هاي الشركه او هاي الوزاره. مسائل التبويب العفو مال الاستثمارات، احنا الاستثمارات من نقول 30% استثمارات عندنا، هاي كلها التبويبات يعني احنا عندنا 70% تشغيليه، 10 الى 20% ديفيسيت، وبعدين تجي وراها الاستثمارات. ولذلك اللي دا يصير حقيقه هاي مو مشاريع استثماريه، هاي مشاريع كلها خدميه ومشاريع مشاريع خاصه. الاستثمار من تجي انت فورن دايركت انفستمنت يجيك من برا، هذا الاستثمار، واكو ريسك شيرنج، هذا الاستثمار. الاستثمار من انت الدوله عندها سوفرنت فاند وتريد من تاخذ عندها هاي الملايين، اكو فد كوميتي مستثمرين، ناس مفكرين، كلمه مفكرين اعنيها يعني ناس من عندهم المسؤولين اللي يقدر يصنع قرار كيف هذا العده الكذا مليار دولار وين راح يستثمرها، ومن يستثمرها مو شرط الضمان العراقي، يمكن افضل يمكن المشاريع الموجوده بالعراق مثلا يجي ياخذها يستثمرها غير دوله او شيء يعني لاسم العراق. فهذا هاي الاستثمارات مو استثمارات انا اجي اعطيها للوزاره الفلانيه اروح يبني بيها، هذا مو بس استثمارات. هاي واللي دا يصير بالوزارات حتى يسدون العجز، دا يصير مناقله بين الابواب، لان دا يصير lack of efficiency، عدم صرف للموازنات اللي دا تصير. تفضل استاذ يوسف، بس ارجوكم الـ 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 من وصلت يمي صارت صغيره. لا 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 بس نركز على افكار ونكثر. انا اركز، انا كثير اركز. تفضل. بالنسبه للتعليم انا اجيب لك مثل اخر، اليابان بعد الحرب العالميه وقفت وزاره الدفاع اعطتها بس 1% ورسخت كل ميزانيه التعليم الى الطلاب، ولذلك نهضه لانه اجتمعوا وقالوا ليش فشلنا بالحرب. فهاي نقطة واحدة على مود التعليم، يعني نقطة. احنا بالعكس، احنا التعليم عندنا تخلف، يعني
أنا أجيب لك وثائق بس ما راح أقول لك أسماء، موجودين معلمين راحوا للناصرية اشتغلوا هناك أو بالجنوب، زين؟ أيام عاشوراء يعطلون الطلاب يلطمون، زين؟ ماكو دراسة، بس لطم، 10 أيام لطم. لا أكثر. 50 يوم أنت بكيفك عاد حطها إيش قد تريد حط حب، زين؟ فهذا منهج التعليم أكو فكر غلط صار فيه، أكو تراجع، أكو انقلاب على التعليم. هاي نقطة. النقطة الثانية، عدنان حسين، صار صدام حسين، راح زار مالته هذا المجمع العسكري اللي كان ينتج أسلحة وينتج ما أدري شنو، فديوم قالوا له سأله قال له هذا ليش ما يطلعون إنتاج فالسلاح معين ما أعرف شنو كيمياء وش الشغلة، قال له واحد من الخبراء قال له والله نحتاج 60، قال له إيه سجلوا إيش قد تريدون؟ كم طن 60؟ نستورد. زين جاء مهندس بصفه قال له ستيم يعني بخار، احنا نحتاج جهاز. فاحنا هذا المثل من دا اجيبه على تخلف الحكومات اللي مرت علينا، واللي مع اعتذاري واحترامي للاستاذ انه ما قدر يشيرها جوز لاسباب دبلوماسيه باعتبار هو يشتغل ضمن برلمان او ضمن كذا، بس خلنا نكمل الفكره فلذلك اجونا وزراء ونواب حتى شهادات ابتدائيه ما عندهم، زين، وحتى شهادات مزوره. واحد من النواب جايبين شهاده من دوله قريبه على العراق ودارس ثانويه في مدرسه ثانويه مال بنات، زين، وهو عنده دكتوراه. فكيف نبني بلد واحنا نحكي هسه هذا الحديث اللي هذا اليوم المطرح الاقتصاد؟ انا في كثير من الاحيان دا اطفي التلفزيون لانه اعصابنا انتهت، لانه الكذب وصل الى حد بعد ما معقول. ولا تجي شركات تبني مدرسه لحد البلوت الاول ان كانت تركيه او ايرانيه، انا شخصهم، زين، ويعرفون المقاوله يبيعوها الى واحد ثاني، والواحد الثاني يبيعها الى واحد ثالث، والواحد الثالث يبيعها الى 11 واحد، وال11 واحد يبيعها الى 11 وما ادري شنو، زين. فهنا انا كنت اتمنى من الدكتور ومن الاستاذ انه يشخص. انا ما اقول لك انه تذكر الحكومات والاسماء لانه احنا نعرفها كل زين. الشيء الاخير راح بس اذكره، البناء اللي صار بعد 2003 هو بناء غلط، لانه بنى على دستور، هم اللي قعدوا بنوا كتبوا الدستور هم غير قانونيين، فكانت في اخطاء. ولذلك اكو بند بالبرلمان انه لازم يراجعون من البرلمان الماضي اعاده نظر بالدستور. فلذلك احنا كلنا من رحنا، انا ما اعتقد اكو 90% من العراقيين صوتوا على الدستور وهم ما قارين الدستور، زين، فهذا خطا كبير. فلذلك هو بناء دوله اذا تريد تبنيها اول ما تبني هو الدستور، بعد الدستور تنبني باقي القوانين وشرائع. شكرا واسف على الاستاذ. استاذ يوسف بس للتوضيح، الاستاذ لؤي الخطيب يعني لا بالسلطه التنفيذيه ولا بالسلطه التشريعيه، لا انا اونر ادفايزر يعني استشاري، ما محسوب على استشاري للبرلمان. فاذا ما ياشر على السلبيات تريد ياشر على السلبيات اكثر من هيك نوصل للمسبه يعني. اكثر من هاي السلبيات. لا هي المسبه موجوده. تفضل. صح. مجبر مرسوم. الحقيقه شكرا للسيد المحاضر على معلومات كثيره وحتى تحليل بديع بالنسبه الى واقع الحال. بدي اذكر بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أنه الشعب العراقي ما يختلف عن بقية الشعوب، شعب مجتمع كأي مجتمعات أخرى يتعرض لظروف معينة واستجابته لهالظروف تكون بشكل آخر. وشعبنا ما هو شعب سيء، الهوية الوطنية كانت قائمة موجودة في العهد الملكي وفي العهد الجمهوري، وهذه الهوية تدهورت لما السياسة بدأت تحطم الهوية الوطنية باسم الحزبية باسم الطائفية باسم أشياء أخرى. مسألة القيادة للمجتمع وهي السياسة مهمة جدا ويجب أن نركز عليها. هاي النقطة دي. النقطة الثانية، إمكانات كل المشاكل اللي ذكرناها
مهمة جدا، لكنه ذكرت على صعيد إداري، مشروع، مصنع، استثمار إلى آخره. هذه القضايا بسيطة جدا، في أساليب اقتصادية وتقنية وإعلامية بإمكانها أن تأسس لتحسين الأداء بالنسبة إلى هذه المجالات. المشكلة الأساسية في البلد هي مشكلة السياسة، وما نبع عنها من مشكلة أمنية. في 2003 ما انتهى النظام فقط، وإنما تم تدمير الدولة، مؤسسات الدولة قسم منها انحلت بشكل علني، وقسم منها تم تخريبه بشكل ضمني، وأصبح المجتمع بدون أي روابط أساسية تربطه، هذا إلك وهذا إيه، أنت وأنا. هذه هي بداية المشكلة مع البلد، ما لم تعالج على المستوى هذا، أنه هذا المجتمع احنا نتكلم يقول لازم يصير لازم يصير، من اللي يسوي؟ كنا نحاول ان نشيل المشكله ونذبحها على غيرنا. المشكله هي مشكله تاسيس لوضع سياسي اولا مقبول، وشيء ثاني ممكن يشتغل يعمل. هذا الشيء لحد الان للاسف الشديد ما شاهدناه. مطلوب ان نعترف بالاخر. تسمع خصوم الحكومة السابقة صالح المطلق أو غير صالح المطلق من يحشون على السيد المالكي بدون ذكر اسم، لا لا ما راح أحكي عليه، بس راح أقول لك شو، لا لا ممنوع. الشيء اللي أقوله يريد كأنه ما له وجود. هذا الرجل يمثل 91 نائب، حتى صالح المطلق أيضا من يحشون عليه خصومة هم كأنه ما له ما وجود. هذا الرجل يمثل 10 نواب ومتحالف مع ما لم يتم احترام التمثيل الموجود اللي بالبلد بغض النظر عن وجهة نظرهم، وما لم يسائل هؤلاء الناس اللي تم انتخابهم عن سياسية حقيقية، عن ما لم يتم هذا الشيء مستقبلنا يبقى ريشة في مهب الريح. وأنا ما من ذكر الأسماء مو حتى تقدم أستاذنا. عفوا جزيلا. اسم أحسن. لا 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 ليش كلهم رموز الآن بالبلد سياسية كبيرة. وأني ما أقدر أنتقدهم لأنه منو أني حتى أنتقدهم، هذا شخص منتخب وبغض النظر عن الرأي. شكرا جزيلا. نعم. فهذا المسألة الأساسية هي معالجة الوضع السياسي ومن جراءة يتحسن الوضع الأمني، وهذا الشعب اللي الآن نقول مدى يشتغل وقاعد وغيره اشتغل وبنى. الإعمار اللي صار بالعهد الملكي مو قليل، وحتى بالعهد الجمهوري مو قليل. الصناعة اللي صارت بالعراق بغض النظر عن المدخل اللي صار لها ومدخل القطاع العام، لكنها صناعة ناجحة وصناعة أدت دورها وبنت مهارة، قدمت مهارات. شكرا جزيلا. يس رب. Hi there. I'd like to ask a question about education in Iraq, actually. So I'm thinking in 10 years, 20 years' time, if you think about another part of the world that was destroyed by war, South Korea in 1953, after the Korean War, most of the bridges were destroyed. There was very little electricity. There wasn't democracy after they defeated the communist attack from North Korea. Actually, there was a dictatorship for about 30 years in South Korea. And actually, the adult education level there was actually, I think, considerably lower than in Iraq today. So South Korea faced huge, huge challenges. Now, of course, South Korea today is actually doing a lot of business in Iraq. It's one of the wealthiest countries in the world. And how they got out of that situation in the 1950s was to pour massive resources into education. Mm-hmm. Now in Iraq, Hussein al-Shahristani is the Minister of Higher Education now. I know that you yourself work with Iraqi students, with Iraqi graduates. How do you feel about the next generation of Iraqi students and the education sector in general? Thank
Okay, thank you. Thank you very much, Rob. I'm glad that you asked this question because it sums up the. لا لو جاء واحد لا احترام من الله. هو ده لا سامع سامع. أسف. Okay. I'm answering. Yeah, it sums up the very much the three problems that presented between the three people that just questioned, which is the new blood, the new generation. And this is why I'm optimistic. When it comes to optimism, I'm optimistic because we are looking for the new generation to play its role. To tell the truth, one of the big challenges that we have is not only the legacy regimes and the mindset and so on, it's because the current political elite took us hostage and they took us at ransom that they will not leave their positions until they they drain everything. But remember, we have a political elite. And the gentleman here said that you are working in the government system or whatever. That so you are not in a position to criticize. No, I'm not. I'm an honorary advisor to the Iraqi Parliament, and I receive zero sum from them. I just contribute with whatever research. If they take it. If not, then it's up to them. They have their own type of advisors that you should know very well. And they pay them very well for draining their budgets and sitting like fat cats. So this is my two cents of criticism. The current political elites lived for the past 30 years, because it was dictatorship in Iraq and everything, mostly on social security or a bunch of failures in the diaspora everywhere, in so many countries. When the regime change took place, it was a shock for them. People never dreamt of, some of them, they never dreamt of driving a car or owning a house. Suddenly they are living in palaces and so on. It was a shock. Especially the Islamists from all factions. So those people, they just cannot believe their luck. Now they are in position. Each one drives with a convoy of like 30, 40 cars and an army with them. And when they retire, they inherit that army with them. And they inherit their salaries and everything. And this is why draining the budget. We've got some officials, some high-rank officials, they are retired. But they have like 500 or 1,000 soldiers with all the with all their ammunition and cars and fuels and food and everything, serving a retired, failed politician. That's why we are the failed state. That's why Iraq ranked as number 9 in the failed state index. That's why we are the most corrupt state after Somalia and Afghanistan and so on. Now, why I'm optimistic? Because we have a good generation. I tell you, I'm not expecting anything from this political elite. And the new generation should work in preparing themselves for the right moment. Once those failed politicians die, or get killed, or disappear somehow, there will be that moment. I mean, like, they're not going to live forever. I mean, we have exceptions. Some politicians, some presidents live to the age of 80 or whatever. But like, hopefully they don't live for the 80s or things. I mean, they will disappear at some point for various reasons. And thanks God we have so many reasons now that we could eliminate them by some point. We have 3 million plus Iraqis outside, at least 10%, if I would take a percentage, at least if I would take 10%, that's 300,000 young Iraqis can build nations, yeah. Can build states. You're confident about that diaspora, you're confident that there's... I'm very confident. We probably monitored me on my social network. Over the past 3 years, we have this leadership program. We run in cooperation with the American University in Sharjah, and we run it for 25 candidate
every year. And those candidates are not graduates, they're 25 to 30 years old, some of them 35, a little bit less than 40 or so on. But we're talking about an exceptionally true leaders. Some people, like at the age of 30, they run the Bill Gates Foundation for the Middle East. Those are Iraqis. Some of them vice presidents at PricewaterhouseCoopers or KPMG. Some of them are top journalists. They write at mainstream media. Some of them, I mean, each one of them has the qualification to be a prime minister. As simple as that. That is why they are not welcoming. Yeah, they are not welcoming. But what I'm trying to say, this is, we have this segment of the generation. The other segment that we have is, over the past 11 years, there are at least 20 to 30,000 Iraqis from inside Iraq who lived the real misery of Iraq. They went and they studied, they finished their degrees and their postgraduates. And now they have the aspiration, very much those successful people that who lived in exile and developed themselves or born outside. And those people are increasing by the day. They are returning back with that heavyweight knowledge and world-class knowledge, and they will add that value. So by time, we will witness a decline of the failures. That's right. And increase, basically, that the number of successful young people will increase by the day. And we can see those people returning back at some point, whether directly involving in public sector institution or indirectly through international institution and so on, and they will play parts. I'm very confident. The failures you see on TV, sitting on very gilded chairs, very much so happy with the number of guards they have or positions, sooner or later they will disappear by various causes and for various reasons. What about the interest vested in corruption? Yeah. Now let me finish it. Transition. I know that. I know why you are desperate. You would like to see this, but sorry to say that the transition, it doesn't happen in a let me finish. Please, the transition of state building and nation building. You know, this 10 years, 11 years is nothing. It's nothing in a timeline. You know, this democracy you see in the United States, it took them 270 years. You know that what this success story you see in Europe, 500 years. Do you expect Iraq to develop in 50 in 10 years, for heaven's sake? I'm not saying we need another 500 years or 200. No, but we need a new generation. I'm afraid this generation will. Sorry that you may never witness. I might never witness that day. But we need about one or two generations at least to filter that mess that we have, whether we like it or not. And this answers the three of the arguments. Thank you. يعني الجانب المتفائل والمشرق من المحاورة جاء بالإنجليزي. لو ندري مساعدة المحاورة بالإنجليزي. عفوا أنا بس حابب أسأل، هل هناك في ذهنك فكرة عن أي نموذج اقتصادي يمكن أن يفيد العراق؟ هي مو نموذج. أي نموذج؟ لا عفوا، هي مو نموذج، هي نماذج اقتصادية. وكل هذه يعني خلطة. هي نماذج اقتصادية، وبعدين يطلع هو النموذج العراقي الاقتصادي الخاص ماله اللي هو يطور نفسه بنفسه. مثل ما يعني احنا ليش عندنا كان مجتمع فترة من الفترات مجتمع ناجح؟ ليش كانوا عندنا وزراء محترمين وسياسيين محترمين وناس محترمين؟ لأن كان نظام تعليمي محترم، لأن كان شعب محترم، حتى النظام العشائري اللي حكايته، القبيلة اللي حكايته. الآن لا تنسى، انت صدام من اجى هان العشيرة وهان الهوية الوطنية وهان التعليم. يعني يجي طالب يعني عنده، هو بعد هو ساقط، هو يمكن حاصل 30 ل 40، بس هو معدله 115. شلون 115؟
عنده أخوة اثنين شهداء كل واحد 10 درجات رفيق، وعنده كاتب تقرير عن فلاني همات عنده 10، هو رفيق بفلان درجة عنده 10 درجات، مسوي له فد شغلة عنده 10 درجات، يطلب الدولة فد 15 درجة فوق 100 فيروح كلية طب، فهذا يتخرج هو اسمه طبيب، لازم المدرس لازم ينجح لأن هذا يذب حد، هذا عنده صديق الرئيس دخل أو شيء، فمن يطلع من كلية الطب يحطوه بالسجن يقصقص الأناد يقصقص اسمه، هو هذا اللي صار اللي عندنا. في حين إحنا كان عندنا كلية الطب الرويال كولج أسستها، كان إحنا عندنا الطبيب لاحد سنة 1980 يطلع ما يسوي امتحان معادلة، يروح قبل يسوي الفلوشيب مالته. ليش؟ لأن أنت عندك النظام التعليمي والهاي كله على أساسه كان نظام محترم. يعني بالمناسبة جس كويك ستاتستيك اللي صار بالعراق مثل الأرث كويك، وهاي إحنا سنة 1979 يعني قبل ما تحل بينا هاي الكارثة، وين تكون الكارثة؟ هي قبل 1979 بتدرج صارت يعني، ولكن ماكو القنبلة ماكو بالنهاية. إحنا نظامنا إحنا ثقافيا كنا مضاهي إسباني سنة 79، خزينتنا بها 40 مليار دينارنا 3.3 دولار يعني الكونفرشن، انتاجنا النفط 3.8 مليون وصاعدين على 5، البوبوليشن مالتنا 10، والنظام التعليمي والدرجات العلمية والثقافية يا اللي تلزمه هو عنده شهادات عليا ومثقف وكذا لغة وش اسمه، فيعني واصلين نخلنا 40 مليون نخلة، فاض المياه، فاض الثروة الحيوانية إلى آخره، فكثير من الأمور هاي كلها انعكست، كلها صارت. فأنت تعال إحنا دا نبدي هسه من هذا الصفر، مو من تحت الصفر. فالمسألة مالها أنا متفائل بالجيل هاي، عملية التغيير تحتاج أكثر من 10 سنوات، بل تحتاج أكثر من جيل، بس هاي العملية راح تكون بتدرج. وتحتاج صبر، وأنا متفائل بالجيل القادم. أنا ما أقول العراق سينتهي، يعني العراق إن شاء الله بغض النظر شنو شكل الدولة العراقية المستقبلية. شكرا جزيلا على المحاضرة. أعتقد الوقت الإدارة شيء مهم جدا، وحتى على الطبقة السياسية المفروض، يعني حتى لو كانوا ضحى ولا شيء، ما المفروض يكونوا بالواجهة ويكونوا هم التنفيذيين؟ يجب يكون الطاقم الثاني أصحاب اختصاص بالنظام، إعطاء الشخص المناسب بالمكان المناسب. مو مشكلة، خلي يكون هو السياسي الواجهة للدولة، ولكن الطرف الثاني يكون صاحب اختصاص. وأيضا الأداة الاجتماعية، حتى ننهي هذا الموضوع، موضوع الطائفية إلى آخره، أنه تحت متكون الأداة الاجتماعية ما أعتقد الناس تنزوي إلى كرديتها أو إلى سنيتها ولا شيء، الناس تكون متساوية. هذا المفروض يكون يعني. أيوة طبعاً، هو هاي مسألة الإعادة يعني الهوية الوطنية الآن موضوع صعب الآن. علينا هاي مخلفات الماضي، هاي أجران الماضي، المفروض هسه يشرع قانون تجريم الأشخاص اللي يتكلمون بمفردات طائفية وبمفردات عنصرية. يعني هذا من يقول له مثلاً والله لا أنا مو عراقي، والله أنا لا، المفروض تكمل صار قانون تعال تشوف جرمني الواحد، إذا مو عراقي لازم أنا أسلب جنسيتك وأسلب هاي، وطلعت على أساس تقول مو عراقي وبنزل وتبيش حصل طحقة. لو تجي مثلاً أنت تقولي مثلاً تعال أنت أصلك من كذا بيئة أو كذا من كذا قارة أو كذا، ما يصير هذا هاي الأمور، هاي الأشياء يجب أن تؤخذ بعين، وشفتوها بالتلفزيون مسائل هاي مال تحدثنا حقيقة بها. قلت لك احنا عندنا الآن نعاني من الثلة السياسية السيئة اللي صدرت الحكم، يجي قاعدين ما يعرفون حتى بروتوكولات هاي، أشخاص ناقلين الوزارة إلى بيوتهم يسوون منصات البرس كونفرنس وذن الشغلات وشفتوها، الناس آخرين ما يعرف والله ما هاي، يجي مثلا يطلعون ما يعرفون البروتوكولات الآخرين، يجي ما احنا شفناهم كل قيادي سياسي حاط له فتح حاجب شغلته هو يهين الآخر، لأن هو من يهين المثقف يعرف هذا عنده كرامة فينزوي هذاك ويطلع، والما عنده غيره يبقى يتشلل فيقول لك اوكي خل نروضهم. وهاي سياسة وقتها يعني الطواغيت السابقين، يعني
كل يعني حتى صدام من جاب عبد حمود يهين المقابل يعني ونفسه وكل من جاب عبد حمود مالته تفلتر ذا سيركل. انا اتصور المستقبل جدير بان زمن جدير حقيقه ان نتخلص من هاي الادران بطريقه او باخرى وهم يسمحون بالحكومه العراقيه. بس لانه الوقت اكثر بس بسرعه. استاذ لؤي انا عندي وجهه نظر بالنسبه للسؤال وجهه نظر ما اقول لك انا امريكا هي عايده هالشيء يعني لو كان عايده غير شيء النهضه انت تعرفها وانا اعرفها كانت تختار وتمنع هاي نص دقيقه والنص دقيقه الثانيه هذه مسألة شخصية لك لأنه حقيقة مو مجاملة ولا يعني أنه أمامك احتيال حكي أتوسم يعني بيك أنه إن شاء الله تختلف عن الباقين. ما هو أكو حصة وأخوي جاسم حصل بعثة من كوبن كيان مادي كان له حصة بالنفط العراقي 5% وحصل بعثة بال69 خلص من كلية العلوم دزولا إنجلترا فهذه يعني لك شخصية ممكن أن تدخل إلها لعله وعلى أساس أنه تكون فتسوس إلها بحيث تمشي أمورك. شكرا جزيلا. أنا أدخل بغداد أتلفت كموسى خايف. بنهاية هذه المحاضرة المميزة بصراحة نشكر الأستاذ لؤي الخطيب على كل ما طرح والشكر موصول لحضراتكم على هذا التواصل مع أماسي مؤسسة الحوار الإنساني. محاضرة الأسبوع القادم ستكون مع أستاذ خالد القشطيني سنتحدث عن النهضة والتغيير. نتمنى أن نتشرف بحضوركم وفي نهاية الشكر للأستاذ لؤي الخطيب. شكرا.